بسم الله الرحمن الرحيم. فاعدة مهمة. قال سيدي محمد بن معاذ العالم الجليل مؤلف كتاب الياقوت والمرجان أنه نقل عن محمد المختار بن المعروف أن الشخص إذا داوم على قراءتي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمهما كما ربياني صغيرا 5 مرات بعد كل فريضة يتدارك ما فاته من برور والديه. الحمد لله رب العالمين. نفايدة من نفاق بوكسبة أنكرمك سيد محمد المعاس من ياقوت والمرجان كتابه ولا في بخي أكو أيام من أنكبو أنكرمك بلا نوشان حوالوك مقدمي محمد المختار بن المعروف أكو جونو جوني إدومنا إبي كلان كيكا فردو فردو كفشين دورو دورو كافو ربي اغفر لي ولوالدي يا منتقي الله إيجا يا فانما أنم بان بافلا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أني مكو مكو نو دونا نغسو إن كنو مؤمنونا مؤمني كما أنا مسمو بيلا جلنا ورحمهما كما ربياني صغيرة كي يافا نبان بافلا ما ينافو ينلمو كسرون كدو توامنا إبن كالانكا فردو كوفشين دورو دورو أكو باركا وباركا تاركي تو إبان بافلا لكي بابلا جلي دفالي سرو يا ربي الله ألاك أن بانبو أكو باركا بيت دفاكو دي أما أكرم شانا هم الله بنينا باركا قصم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.